في مباراة مؤجلة بسبب مشاركة حامل لقب الدوري في كأس العالم للأندية، يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيصلي مساء غد الأحد في دور الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. ويدخل الاتحاد مباراته أمام الفيصلي وعينه على الصعود إلى نصف النهائي ليكمل عقد الأندية التي وصلت إلى هذا الدور بعد صعود النصر، الهلال والخليج. ويرغب العميد في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ويسعى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لقيادة فريقه نحو نصف النهائي من أجل التمسك بالبطولة التي ما زال ينافس عليها بعد ابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على صدارة الدوري. تاريخياً يتفوق الاتحاد في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث لعبا 24 مباراة من قبل جميعها كانت على صعيد الدوري. فاز الاتحاد في 10 وفاز الفيصلي في 8، وانتهت 6 مباريات بالتعادل بين الفريقين، ولكن مباراة الغد لن تقبل القسمة على 2. وسيفتقد الاتحاد لقائده النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي أعلن النادي عن غيابه بسبب عدم جاهزيته. أما العنابي الذي يلعب في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى فيطمح لتحسين وضعيته بعد أن فشل في العودة إلى دوري المحترفين الموسم الفائت، كما أنه يعاني حاليا في ترتيب دوري يلو، إذ يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وأصبح بعيدا عن مراكز الصعود إلى دوري روشن السعودي للموسم المقبل.